إذا كان للسفر فوائد سبع فلعل منها التعرف على عجائب وخوض مغامرات. فنادق حول العالم منها مشيد تحت درجات دنيا وأخرى فوق صخور وجبال وعيرة، كلها تمنح عشاق السفر متعة المغامرة ورؤية العجائب عن قرب. فن الاستمتاع بالمغامرة والاستكشاف لا يتقنه إلا باحثون عن المتعة حتى وإن كانت تحت قبة جليدية. في ألمانيا تجربة تحت الصفر في فندق منحوت من الجليد شيد وبغرف مجهزة بجدران عازلة. تبدو الأقمشة طبيعية والنوم فوق ألواح من الثلج مريحا، ولكن لا تتوقع الحصول على ماء ساخن هنا، وإلا انهار السرح الجليدي المقام فوق وشاح ناصع البياض. ولكن إذا كانت الليالي الباردة لا تناسبك فلعل هذا الفندق الصحراوي يبعث إلى أوصالك بعض الدفء. قصر السراب فندق في أبو ظبي اتخذ من رمال الصحراء فراشا، واحة في وسط الصحراء قد تكون ملاذا للرحالة ودارا للاستراحة فيها بعد الوقت. وإذا كنت ترغب في إجازة أكثر تشويقا فعليك التوجه إلى منتجع في عمان صمم خصيصا ليحاكي الحياة البرية في أفريقيا. غير أن المغامرة لا تتوقف عند المنتجع فحسب بل بكيفية الوصول إليه، فالمنتجع يقع بين الجبال والوسيلة الوحيدة للوصول إليه هي الباراشوت، وهذه مغامرة بحد ذاتها. كل الفنادق توفر لنزلائها أفضل الغرف وأجمل المناظر المطلة عليها، ولكن هل سمعت عن فندق متحرك؟ في السويد ثمة فندق يمكنك من حمل غرفتك المجهزة أينما كنت، سواء قررت التخييم أو قضاء ليلتك على ضفاف هذه البحيرة بين الجبال. أما إذا أردت أن يكون رفيق السفر معك 32 نوعا من الطيور المغردة فحط الرحال في إحدى غابات الإكوادور الواقعة بين أحضان الطبيعة الخلابة، حيث صخب المدينة وهدير السيارات لا مكان لهما. سماح السيد، العربية.